غالبا ما نهتم في حياتنا بالجوانب التي يراها الآخرون، نرفعها على وسائل التواصل الاجتماعي، نحاول أن نظهرها في أبهى صورة حتى لو كانت هذه الصورة بعيدة عن الواقع. كل الجهد من أجل أن نرسم أمام الآخرين صورة رائعة، وقبل أن نسعى كثيرا لتكون هذه الصورة واقعنا، وفي ذات الوقت لا نهتم بجوانب حياتنا التي لا يراها الآخرون، كم مصارك في المنزل، سلوكك مع زوجتك، علاقاتك مع أبنائك. لا بأس أن تهتم بصورتك أمام الآخرين، ولكن بالأكثر اهتم بصورتك أمام ذاتك وفي محيطك العائلي، فهي الأكثر تأثيرا. أن يرى الآخرون أنك شخصية مثالية فهذا جميل ومطلوب، ولكن ما الفائدة؟ ما الفائدة إذا كانت زوجتك تراك مليء بالعيوب؟ ما الفائدة لو رأى أبنائك أن هذه المثالية كاذبة؟ أن تسعى لرسم صورة زائفة فصورتك هذه لن تدوم طويلا، ستسقط إن آجلا أم عاجلا.